بالعودة إلى الإنجيل المقدس الذي يتلى في مثل هذا اليوم، نرى أيها الأحباء أن الكنيسة أعدت لهذا اليوم إنجيل الزارع وفي نفس الوقت إنجيل تكثير الخبز. وفي ذلك إشارة لنا لكي نتأمل مع بعض بسر القربان المقدس الذي يصنع من القمح ومن الخمر التي تقدم على مذبح الرب. إنجيل الخبزات يتكرر معنا لأن السيد المسيح قام بهذه المعجزة على الأقل مرتين، وهو يتكرر أكثر المعجزات تكرراً في الإنجيل. بنلاحظ أنه مذكورة هذه الآية 7 مرات بالأناجيل، مرتين بإنجيل متى، ومرتين بإنجيل مرقس، مرتين بإنجيل لوقا، ومرة في إنجيل يوحنا. هذه المعجزة التي يقول لنا مار أفرام عنها أنه الخبز كلما انقسم يزداد ويتبارك. لقد أعطى الرب الخبزات وأشبع منها الآلاف، ولكن هذا الخبز في النهاية نفث. صحيح أخذوا معهم سلال، عبوا 12 سلة أو 7 سلال في المرة الثانية، ولكن في النهاية هذا الخبز نفث. ولكن كان ذلك إشارة لنا، كان ذلك إشارة لنا إلى الخبز الذي سوف يقدم على المذابح ويتكاثر، وكلما انقسم ازداد. هكذا القربان المقدس نقدمه على المذبح، وكلما تناول المؤمنون من هذا القربان المقدس نما جسد المسيح وازدادت أعضاء جسد المسيح، وهيك هذا الجسد يكبر مع التاريخ من بداية المسيحية إلى اليوم. ينمو ويكبر جسد المسيح بزيادة عدد المتناولين من القربان المقدس. بالنسبة إلى القربان المقدس، يحلو لي أن أتوقف في هذا اليوم عند 3 نقاط. النقطة الأولى، لماذا اختار الرب أن يعطينا جسده ودمه تحت شكلي الخبز والخمر؟ النقطة الثانية، ما هي الفروق الأساسية بين كنيستنا وباقي الكنائس لموضوع القربان المقدس؟ والنقطة الثالثة، كيف نستعد لتناول القربان المقدس؟ سر القربان المقدس الذي نسميه بأسماء كثيرة، منها كمال الكمالات، لأنه فيه نأخذ ما يوصلنا إلى الكمال. هذا السر الذي يسميه مار أفرام السرياني سامحاية، أي بلسم الحياة، دواء الحياة، لأن الذي يأخذه بحسب قول الرب تكون له الحياة الأبدية، يثبت بالرب والرب يقيمه في اليوم الأخير. هذا الدواء اختار الرب أن يعطينا إياه تحت شكلي الخبز والخمر. الخبز أولاً اختاره الرب لأنه القوت الأساسي لحياة الإنسان. بعد ما طرد آدم من الفردوس قال الرب له بعرق جبينك تأكل خبزك. فإذا تحدثنا عن القوت، الطعام الأساسي لحياة الإنسان هو الخبز، والمتوافر بكثرة وكل الناس تستطيع أن تحصل عليه. فالرمزية الأولى لاختيار الخبز هو أن هذا الخبز هو القوت الأساسي لحياة الإنسان، مثلما أن جسد الرب هو الجسد القوت الأساسي لغذاء الإنسان الروحي. السبب الآخر لاختيار الرب الخبز، نأخذه من مثل الزارع اللي قرأناه في بداية هذا الإنجيل. مثل ما الزرع القمح المتناثر على الجبال وفي الحقول، يجمع هذا القمح من السنابل ويؤخذ إلى البيدر ويطحن في البيدر، ومنه يصنع العجين الذي يصير القربان المقدس. هكذا نحن أيضا المؤمنون، هيك بعلمونا أباء الكنيسة، أيضا من كل مكان نجتمع وننصهر معا وندمج معا لكي نصير خبزا واحدا، قربانا واحدا، جسد الرب. فرمزية الخبز أنه مجمع
من حبات قمح كثيرة تتحد مع بعضها لتقدم قربان. وهكذا ينبغي أيضا أن المؤمنين يتحدوا مع بعضهم البعض لكي يصيروا خبزا واحدا قربانا واحدا. هذا الرمز أيضا موجود في موضوع الكرمة والخمر. نتذكر أن الرب لما أعطى جسده تحت شكل الخمر ودمه تحت شكل الخمر قال في نفس الوقت أنا الكرمة وأنتم الأغصان، وأثبت في كما أن أنا ثابت في أبي. وكما أن الأغصان ثابتة في الكرمة ينبغي على المؤمنين والتلاميذ أن يكونوا ثابتين في المسيح. فأيضا من مثل الكرمة أخذ الرب هذا المثل أن نكون ثابتين فيه موحدين فيه. فترون من ناحية القمح وحبات القمح الصورة هي الوحدة في جسد المسيح، ومن ناحية الكرمة أيضا هناك وحدة الأغصان مع الكرمة. في الحالتين التشديد بالنسبة للسيد المسيح على الوحدة معه في جسد المسيح، الوحدة بين المؤمنين بين بعضنا البعض والوحدة مع السيد المسيح. طبعا بالإضافة إلى أن الخمر فيها لون الدم وتشير إلى الدم المهرة. السيد المسيح أعطانا جسده ودمه. ليش الاثنين؟ لأنه في تصور الإنسان النفس موجودة في الدم، الحياة موجودة في الدم. عندما تقدم الذبائح يهرق دمها تموت. فكان يفكر الإنسان أنه الجسد هو جثة هامدة إن لم يكن معه الدم، الدم هو الحياة. فالرب عندما أعطانا جسده ودمه أي أعطانا جسدا حيا، جسدا فيه حياة وجسدا محيا، لأن فيه روح القدس، فيه الحياة وفيه روح القدس، فبالتالي يحيينا. شددت وقلت أنه الخبز والخمر هن دليل للوحدة. وهون أنتقل إلى النقطة الثانية، أنه ما بين الكنائس اليوم تعرفوا أنه إما في شركة في القربان وإما لا يوجد شركة في القربان بين الكنائس، مختلف الكنائس. ما هي الفروق بين كنيستنا السريانية الأرثوذكسية وباقي الكنائس في موضوع القربان المقدس تحديدا؟ مع بعض الكنائس البروتستانتية أو معظم الكنائس البروتستانتية هناك خلاف عميق في موضوع القربان، لأن الكنائس البروتستانتية تأخذ القربان كذكر لجسد الرب وليس جسد الرب حقيقة. أما كنائسنا فتقبل أن الخبز والخمر يصيران جسد الرب ودمه حقا، بحسب قول الرب إن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. مارفيلوكسينوس المنبجي بالقرن السادس كانت واجه مشكلة مماثلة لموضوع الكنائس البروتستانتية. كان في أحد الرهبان النصاطرة في الشرق اسمه حبيب، الراهب حبيب النسطوري، وهذا كان يرفض أن يكون الخبز والخمر جسد المسيح بل ذكر لهما. فبيقول له مارفيلوكسينوس لمن يجب أن نصدق؟ من يجب أن نصدق؟ هل أصدقك أنت الذي تقول لي الخبز والخمر هما ذكر لجسد المسيح، أم أصدق كلام السيد المسيح الذي يقول مباشرة هذا هو جسدي وهذا هو دمي؟ وبيطلب مارفيلوكسينوس من تلاميذه بيقول لهم كل مرة تتقدموا بها إلى القربان المقدس تقدموا بعيني الإيمان. بيقول اجبروا حواسكم، اجبروا أرغموا عيونكم ومعرفتكم لتنظروا بعين الإيمان، وكلما تقدمتم تذكروا قول الرب حينما يقول لتلاميذه هذا هو جسدي وهذا هو دمي. كل ما تقدم الإنسان من القربان يتذكر قول الرب هذا هو جسدي وهذا هو دمي. وبالتالي يشدد مارفيلوكسينوس المنبجي أنه الخبز والخمر ليس ذكر فقط وإنما جسد الرب ودمه حقا. ويطلب أيضا الفكرة من مارفيلوكسينوس أنه أن ننظر إلى جسد المسيح ونتذكر التلاميذ على جبل تابور في التجلي، كيف أن السيد المسيح كانوا يرونه كإنسان فقط،
وفي لحظة من الزمان سمح لهم السيد المسيح أن يروا مجده عندما تجلى على الجبل. هيك كمان نحن أيضا عندما نتقدم إلى القربان المقدس، خلي نفتح عيوننا ونرى في هذا القربان جسد المسيح ودمه. مع باقي الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية ليس هناك خلاف في موضوع حقيقة القربان. قد تكون هناك خلافات أو فروق في موضوع العادات، وأذكر عادتين. أولاً زياحات الإربان. سئلت مرة شو رأيك بزياحات الإربان عندما يؤخذ القربان وينعمل فيه تطواف في الشوارع وبيتاخذ الإربان. في عادة كنيستنا لا يحفظ القربان إلا من أجل المرضى، وكل ما نخلص القداس الكهنة بيخلصوا كل شيء في إربان خلص على المذبح، بقي على المذبح بنخلصه ومنتناوله كله، ما منترك منه إلا القليل من أجل المرضى. إذن ليس لنا عادة أن نأخذ القربان ونطوف به. إذا صار مثل ما صار مثلا بزحلة قبل في القرن الماضي أو في القرن التاسع عشر عندما أخرج القربان من أجل مرض الطاعون في زحلة، فنرى أن هذا القربان الذي أخرج كان من أجل المرضى، لأن المدينة كلها كانت مرضانة وشفى المرضى في المدينة. ولكن فيما عدا ذلك لا نخرج بالقربان خارج الكنيسة. العادة الثانية كمان المعنى إياها في كنيستنا هي السجود للقربان. أيضا عن إخوتنا الكاثوليك عندهم السجود للقربان، يأتون إلى الكنيسة ويجلسون في الكنيسة يتأملون في القربان المقدس لوقت معين. أيضا هذا شيء ليس موجود عندنا. عندنا القربان نناهجه فقط في القداس الإلهي، وفيما عدا ذلك في خارج الذبيحة الإلهية ليس لنا مناجاة للقربان، بما أن القربان لا يبقى إلا ذخيرة للمرضى. ونزولا عند قول الرب الذي قال خذوا كل هذا هو جسدي، طلب منا أن نأكل الجسد لا أن نتكلم معه ونحاكيه لساعات وساعات، أن نتناول الجسد لنتحد به ونتحول نحن إليه. النقطة الأخيرة التي أود أن أتحدث عنها هي كيف نستعد لتناول القربان المقدس. الاستعداد يكون أولا بحسب ما يقول لنا مار بولس الرسول، ليمتحن كل واحد نفسه، ليختبر يمتحن كل واحد نفسه، ولم يقل ليمتحن كل واحد قريبه. نشوف في ناس استعدادا للقربان المقدس تمتحن نفسها، تفحص ضميرها، وهذا المطلوب. ولكن في آخرين في الكنيسة يمتحنون الآخرين، ينتقدون الآخرين. شوفوا في ناس مرات موجودين في الكنيسة وبصيروا يطلعوا فلان ما أجى على الكنيسة، فلان طلع قبل ما تخلص الصلاة، أو بيطلعوا فلان غير مستحق كيف يتقدم إلى القربان. أنا بعرف مرتكب فلان شغلة وفلان شغلة وفلان شغلة، كيف يستحق أن يتقدم؟ أو آخرين بيطلعوا بدل الأمور الأساسية وعبيصلوا بدل ما يقربوا قلبهم، بصير واحد يطلع انقطعت الكهرباء ولا في لمبة محترقة لازم ما غيروها، ولا في شوية غبرة على الزاوية، ولا إذا كان عندنا مثلا ستات مرتبين بيحبوا بينطفوا بيرتبوا بيصيروا ينتقدوا ويشوفوا إنه هذا الشيء مش مرتب هون، ولا الشمامسة ما في نظام إلى آخره. كل هذه الملاحظات تقود الإنسان إلى أن يمتحن الآخرين وليس أن يمتحن نفسه. أما الذي يأتي مثل الخاطئ ويجلس ويقول في القداس ارحمني يا الله أنا الخاطئ، هذا الذي يستحق أن يكون واحدا مع المسيح بتناول من جسد المسيح. فإذا نتذكر قول الرب لا تدينوا لئلا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي تديدونها سوف تدانون، وبالكيل الذي سوف تكيلون به يكال لكم. بيقول لهم الرب بيكمل وبيقول لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك ولا ترى ولا تفطن للخشبة التي في عينك؟ وكيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وأنت الخشبة التي في عينك لا تراها؟ بيقول أيها المرائي أخرج أولا القذى الخشبة من عينك لكي ترى جيدا، وبعد إذن تخرج القذى من عين أخيك. هذا في موضوع الدينونة
امتحان الذات وعدم امتحان الآخرين. النقطة الثانية اللي بتوقف عندها في موضوع الاستعداد للمناولة هي موضوع المصالحة مع الآخرين. السيد المسيح بيقول عندما تريد أن تأتي لقدم قربانك تصالح مع أخيك. ما فيك أنت تجي ويكون قلبك مشحون بالغضب بالحقد بالضغينة ضد أخيك. لازم تنقي قلبك التنقية الكاملة قبل أن تأتي إلى القربان المقدس. لازم الواحد ينقي قلبه يتصالح مع خيه. مارا فرام بيقلنا كيف أنه الخاطئة عندما تقدمت ولمست ثوب السيد المسيح تطهرت وقف نزيفة. وبيقلنا كيف بالأحرى الذي يتناول من جسد المسيح، أي تطهير يأخذ وأي تنقية يأخذ عندما يتناول جسد المسيح. فإذا تطهر، طهر قلبك من كل الشهوات والحقد والضغينة ضد أخيك قبل أن تأتي إلى المناولة. يقال في إحدى المرات أنه كان في أخين متخاصمين وتخاصموا على قطعة أرض، فذهبا إلى حكيم لكي يفصل الخلاف بينهما. قالوا له أنا أخي متخانقين على الأرض، أنت تعا قلنا هالأرض لمين بتكون، لإلي أو لإله؟ فذلك الحكيم قال له بس خلينا نسمع الأرض شو بتقول. ونخ على الأرض وحط دينته على الأرض، قال له بس شوي لأسمع. بعد شوي قالوا له وشو قالت لك الأرض؟ قالت له الأرض قالت لي قل لهم أنه أنا لست ملكهما بل هما ملك لي. أي أنه الإنسان من التراب إلى التراب يعود إلى الأرض، فما منفعة أن نتقاتل أن نتخاصم بين الإخوة على الأرض وكلنا زائلون إلى تراب. إن كنا لا نتذكر أن هناك قيامة وهناك دينونة فعبثا نتعب في هذه الحياة. فإذا أيها الإخوة أدعوكم لتستعدوا بتنقية النفس بتنقية الجسد بالصوم قبل تداول القربان المقدس. يلي بيسهر بالليل ليلة القداس ولا بيحضر أفلام غير صالحة، وإلا يلي بيقضي بالسهر وبالسكر إلى آخره، هذا ليس استعداد للقداس الإلهي. الذي يستعد كل يوم وبالأخص ليلة القداس الإلهي بالانقطاع إلى الصلاة وإلى التأمل، هكذا يكون استعداده. ويحرص أن يأتي إلى الكنيسة لكي يتطهر ويتقدس ويرتفع بالقداسة. أختم مع هذا القول لمار أفرام الذي يقول عندما نأتي وتقدم الذبيحة الإفخارستية في القداس الإلهي، يقول يتساوى الكاهن والمؤمن. في ناس بتفكر أنه القداس هو للأبونا هم بيتناول، نحن نحضر ومنفل. شوفوا مار أفرام شو بيقلنا، بيقلنا يتساوى الكاهن والمؤمن. عندما يقدم ويكسر الكاهن الخبز يتقدم الكاهن على المؤمن لأنه هو عم يقدس، وعندما يتناول المؤمن الخبز يتساوى مع الكاهن. بيقلنا مرة أخرى بيقلنا بعدين بيوصي وبيقول فاحرص أيها الكاهن يا من تقدم الذبيحة على أن لا تكون أقل في القداسة من الذي سوف يتناولها. ما تكون تصرفاتك أقل في القداسة من الذي سوف يتناول الذبيحة. وبيقول واحرص أنت يا من تقبل الذبيحة، يا من يتناول القربان المقدس، أن تكون أقله معادلا للكاهن في القداسة، أقله وربما أكثر. مع هذا القول لمار أفرام أتمنى أن نكون جميعا مستعدين لهذا القربان المقدس الذي نأخذه لنتحد مع بعض وفي جسد المسيح، ونكون جميعا أعضاء هذه المسيح، أعضاء طاهرة نقية، لنجتمع معه في ملكوته السماوي. له المجد إلى الأبد. آمين.